الأجمل والأرقى التي شاهدتها للمنتخب المغربي منذ وجيء وحيد خليل الدين. للأمانة كل شيء كان رائع، حتى السيناريو. يعني انت بتبغي تغني؟ حتى حنغني وسط الحلقة. لو قلت لك على خاطر حكيمي وسط الحلقة، لو قلت لك على خاطر حكيمي وسط الحلقة ان شاء الله. اشرف حكيمي يستاهل ولد والله يستاهل على خاطر حكيمي ان شاء الله. انا نحكي لك لكن مغربية، انا نحكي لك والله للأمانة. كنجيو جايين مع بعضنا في السيارة مع بعضكم، بدا يغني، كنكملوا الحصة يبدا يغني، كل واحد معايا هو يغني معناها عنده صوت وعنده أصوات. لا ما شاء الله ان شاء الله، البحة جبلية ان شاء الله. والله ابو بحة أطلسية. طيب شوف انا الحين بخليك براحتك ماشي الرحمن، في نص الحصة تعطيني موال أطلسي ان شاء الله على وزن جبل. ما اسمع تفتح الورد وغنى الطير. لا وتفتح الورد رحت على اغنيه قديمه جدا شويه، شعور بالخجل. نعيمه سمير، وبما انه هو اليوم العريس عريس الحلقه فنعطيه شويه وقت ونرجع له ما ننساش. مصر والحاحا ولوح اصرار انك انت تغني في حلقه اليوم ان شاء الله. صابر حنشاهد الاهداف، حنستمتع بالاهداف، خصوصا هدف حكيمي، هدف من كوكب اخر، هدف بصمه حكيميه، وهدف نصيري كمان من كوكب اخر. ده الراجل ارتقى لعنان السماء ما شاء الله، ده رائد فضاء مش مهاجم. جابها بشكل يعني لو تشوف الارتقاء بتاعه واقرب مدافع ليه من مدافع ملاو تحس بالروعه. الهدف اللي احرزه يوسف نصيري، طبعا اشرف حكيمي هدفه الرائع لو قعدنا نتكلم عليه للصبح، احنا قاعدين طالبناه ان هو ما يشوتهاش تاني، توقعنا انها مش هتتكرر. يقولك شيء تاني للاسف، هدفهم حوله، هدفهم كثير حلو. صحيح صح للامانه يعني. صحيح. ما فيش شك، ما فيش شك. انما الـ الاهم كمان من الفوز يا مهند المستوى الرائع اللي يعني دلوقتي احنا بنتكلم على الفريق او المنتخب الاكثر اقناعا ما بين المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه، ما بين جميع المنتخبات المنتخب الاكثر اقناعا حتى الان هو المنتخب المغربي، سواء من حيث النتائج او من حيث المستوى. منتخب ما شاء الله متكامل، بيلعب اداء اكثر من رائع. الشوط الاول لوحده كان من الممكن انه يحسم لو حلف التوفيق، الكره اللي جت في القائم والكره اللي جت في العارضه والفرص العديده اللي انقذها الحارس، لو كان الحظ حليف للمنتخب المغربي كان المباراه انتهت من شوطها الاول. اداء مقنع، اداء رائع، ما شكناش لحظه حتى والمنتخب المغربي متاخر بهدف، ما شكناش لحظه ان المنتخب المغربي قادر على التعادل وقادر على قلب النتيجه لصالحه والتاهل لدور الثمانيه. دلوقتي احنا عندنا ربع النهائي، ربع النهائي عندنا فيه منه فريقين ان شاء الله تكمل بكره ويكون المنتخب الثالث، ساعتها هيكون لكل حادث حديث. ولكن منتخب المغرب النهارده ادانا جرعه تفاؤل كبيره جدا 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 انه ان شاء الله اللقب سيبقى عربيا باذن الله. طيب بما انك تحدثت عن الهدف الاول، تحدثت عن رجل من رجال المغرب في هذه الامسيه يوسف أنصيري، دعونا نستمع ليوسف أنصيري صاحب هدف التعادل، الهدف الاكثر من رائع، الهدف اللي أعاد المغرب إلى الطريق الصحيح بعد أن تأخر بهدف. نستمع ليوسف ثم نعود. اليوم شفنا الابتسامة ديال يوسف النصيري بعد تسجيل. الحمد لله قدمنا مباراة رائعة، ضيعنا بزاف ديال الفرص، الحمد لله قدينا أن نتعرفوا ونتعاملوا مع نجيريا والماتش 90 دقيقة. الحمد لله فرحان باللعابه بداك الشيء اللي عطاو حتى الاخر ديال الماتش، وكنشكروا الجماهير على المسانده ديالهم اللي ساندونا حتى الاخر ديالنا، وان شاء الله باقي الخير قدام ان شاء الله. القادم سيكون اصعب اكيد، هل تعتقد انه لازم تحسين خصوصا على مستوى الهجوم، عدم تضيع فرص كثيره؟ الحمد لله كيف ما كتقول القادم سيكون اصعب، ولكن كاع المباريات اللي دوزناهم صعاب، كيف ما كنشوفوا اي مباراه دخلنا نلعبوها كنشوفوها انها صعيبه. المباراه الجايه اللي غنلعبوا حتى هي غتكون صعيبه، وغنتكونسونطراو 100% باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونهديوا الجماهير المغربيه ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله، شكرا جزيلا. يوسف أنصيري فخر المغرب، صناعه مغربيه 100%، صناعه مغربيه يتألق في الملاعب الأوروبية، يعني عنده شيء ثاني يميز على بقية اللاعبين. بالطبع صناعة مغربية هام، لأنه ولد أكاديمية المغرب، وبطبيعة الحال كي يخرج فما إضافة يقدمها. والأهم مهند وأنه اللاعبين ولاد اللي صناعة مغربية محلية كي يخرج ما ينساش بلاده،
كي يخرج ويرجع يعطي الإضافة. لأنه مع الأسف لاحظنا في بعض الفرق الإفريقية وحتى العربية عن لاعبين عرب وفرقة كتفرشين في الملاعب الأوروبية طايرين مستوى آخر. مع الأسف يتغير الرياح عندما يعودون ويشاركون مع فرقهم الوطنية. اليوم نسيري كان في هذا المستوى العالي. صابر قال معناها مركلة رائد فضاء طائر مثل المغرب. اليوم المغرب اللي خلانا نعشق المغرب، اللي خلانا يتأكد كلامنا على المغرب، وأنه كل مقابلة مستوى أرفع، كل مقابلة المغرب تعطينا لمحة أخرى من قوتها، من نضجها. وحيد يخدم في خدمة كبيرة ياسر، هذا أكيد. أنا اليوم صحيح أشرف حكيمي هدف كوكبي، صحيح معناها نسيري هدف عالمي، ولكن فما لاعب أنا اليوم الحقيقة للأمانة لو يستحق جائزة هو بوفال. لاعب استثنائي، لاعب فعلا إضافة كبيرة، هو اللي فعلا طاير بالمغرب والمغرب طاير به، وإن شاء الله المغرب تحلق عاليا مستقبلا، لأنه هذا الفريق، هذا المغرب قادم يا إفريقيا. شوف الهدف بدر الدين، شوف بسم الله ما شاء الله. لما كنا جالسين نتفرجوا مع بعضنا تقريبا في واحد بس اللي قال هدف للأمانة ولحقوق حقوق الملكية الفكرية، زميلنا سالم الهاملي، كنا لا بعيدة مش حيلعبها مثل الهدف الأول، مش حتتكرر مرتين. وحيد بس منتج معنا زميلنا العزيز سالم الهاملي قال هدف، وسبحان الله كانت هدف. لا قوة أشرف حكيمي، وأنهي أنه الهدف اللي سبقه كان في الزاوية اليمين، والمرة هذه في الزاوية اليسار، رغم أنه من نفس المكان. معناها قوة أشرف حكيمي، وأنه بإمكانه أنه يغير، وحتى الحارس ربما يتذكر التاريخ السابق بتاع الزاوية اليمين، ولكن المرة هذه عمل في الزاوية الأخرى. لحظة هو ضحك على الحارس وضحك، هذا الهدف مش هدف اليوم، والله كنت مفكر هدف اليوم. لا هذا الهدف ضد القبون، امام القبون. أيوة. شوف انا شوف انا زاويه في الزاويه العكسيه، ولكن الزاويه صح، الفرق في الزوايا. هو لان حكيمي مش عايز يزعل الزوايا، يعني هذه الزاويه ممكن تزعل الزاويه الاخرى يفرح الزاويتين. حارس ملاوي اكيد شاف الهدف في الجابون، فتوقع ان هو هيحطها له على يمينه، عشان كده خد حذره. انما اشرف حكيمي رقص الحارس، ورقصنا ورقص الجمهور ورقص كل والله فعلا رقصنا يا بدر. لذلك مهند، احنا كنا يعني احنا كمغاربه كنا نضع ايدينا على قلوبنا، واشرف حكيمي يصاب في واحده من الحصص التدريبيه يسحب. شوف الى بدر الدين الهدفين مع بعضه، ايه طبعا 27 متر 27 متر نفس المقاس ونفس السرعه، لا يخطئ السرعه 90 كيلومتر في الساعه. كيلومتر؟ ايه لا ضابطها هو، ربي يحفظك يا لا حكيم. ضابط سرعته، ويعني والمسموح به في كاس افريقيا الام اللي شاهدنا بالامس، يمكن هدف من جاور سعيد يسعد يلعب جنب ميسي يا برنس. ايه طبعا انا قلت لتريكا، قلت له على انه الان اصبح اكيد قلت له انه ابو تريكا، قلت له انه الان اصبح الى جانب ميسي واحد لاعب ايضا مهاري في تنفيذ ضربات الخطا. اتصور انه في الشوط الاول كان ممكن يسجل هدف من كره ثابته ايضا، لولا ان الحارس يعني انقذها بشكل رائع جدا. ف يا كيف يقولوا إخواننا المصريين، يا بخت المغرب يا بخت العرب يا بخت باريس سان جيرمان بلاعب مثل أشرف حكيم. دعوني أخذ معكم ومع مشاهدينا الكرام تغريدة لكيليان مبابي يقول فيها: أشرف حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم. يا بخت باريس سان جيرمان بمبابي وبولدنا أشرف حكيمي. صحيح. ويا بختنا بموفد قنوات بي إن سبورتس أمين السبتي. صحيح. صح. اللي الحين حيكون معانا هو تعب للأمانة. أيه. بس أنا كل ثقة في إمكانيات البدنية والذهنية. أعطينا الصورة، فرحة المغرب، أجواء المنتخب، أشرف حكيمي، بوفال، يوسف نصيري، أمين السبتي، عيشنا الأجواء. أمين مبروك قبل كل شيء. الله يبارك فيك مهند، أهلا بك وبالزملاء في الاستوديو. بالفعل كانت فرحة كبيرة عارمة بعد نهاية المباراة التي لم تكن صعبة مثل ما توقعها وحيد خليل الدزيج في المؤتمر الصحفي. فرص
عديدة ضاعت مثل ما شاهدنا في مباراة جزر القمر، وهذه النقطة وجب أن يشتغل عليها المدرب وحيد خالد زيج، خصوصا وأن القادم سيكون أصعب إما مصر أو الكوت ديفوار. لكن اليوم الأهم تحقق، الكل كان سعيدا. صحيح الهدف الذي استقبله المنتخب المغربي في الشوط الأول أربك بعض الحسابات، جعل الشك يدخل في نفوس اللاعبين، خصوصا بالنظر إلى النتائج التي حققت أو حصدت في هذه النسخة، والنتائج أتحدثنا عن المفاجئة منها. لكن المنتخب المغربي تمكن من العودة في النتيجة، وأظن أن واحد خليل زيتش تأكد في هذه المباراة أن اللعب بمهاجمين رأس حربة نصيري إلى جانب أيوب الكعبي موضوع لن يمكنه من الذهاب بعيدا في هذه المسابقة. شاهدنا لما أخرج يوسف الكعبي تحسن الأداء الهجومي، وأتوقع أن هذا هو الأسلوب الذي سيستمر عليه وحيد خالد زيتش في قادم المباريات. طيب أمين صابر يا حبيبي بارك لك أمين. أولا وثانيا مش عارف شو بيسألك. مبروك الأول فيك. ومهند بيقول لك أنت تعبت، يعني يا ريت الحياة كلها تعب حلو وتعب لذيذ زي دوت، ما فيش مشكلة، احنا ما عندناش صحيح. مشكلة ان احنا نتعب بالشكل ده على طول. أنا بس عشان يعني ممكن يكون الوقت مبكر صحيح، بس احنا عايزين نطمن، لأنه كان في عنف مبالغ فيه من لعيبه منتخب ملاوي مع لعيبه المغرب. طمنا على الحاله، اللعيبه خارجه عامله ازاي، يعني عايزين نطمن اكتر، هل في لا قدر الله حاجه من داخل الفريق؟ لانه كانت التدخلات العنيفه وسقوط اللاعبين كان كتير جدا في المباراه. صراحة من شاهدت سقوطهم المتكرر على أرضية الملعب أشرف حكيمي وسفيان بوفال، وكان معي قبل قليل في وقت التصريحات أو فترة التصريحات، الحمد لله أمورهم طيبة مثل ما نقول، ليس هناك أي إصابات إلى حد الآن، في انتظار بطبيعة الحال حصة تدريبية يوم غد لإزالة العياء، لمشاهدة هل كل اللاعبين متواجدين في هذه الحصة. ما هو مهم كما أشرنا هو تحقيق الانتصار والتأهل إلى دور لم يصل له المنتخب المغربي منذ 2004، النسخة التي وصل فيها للنهائي. أكيد المعنويات سترتفع أكثر، معنويات يوسف نصيري الذي انتقد كثيرا في الأيام السابقة بعد تضييعه ضربة الجزاء، أيضا شاهدناه يبتسم اليوم بعد أن سجل الهدف، وبالتالي كل هذه العوامل ستجعل من المنتخب المغربي بطبيعة الحال يراجع ما يجب مراجعته وتحسين ما يجب تحسينه في انتظار الأفضل. طيب أمين، هو تقريبا شفت حدا مر من وراك، ممكن هذا اللي بيسكر الأضواء الملعب، فأنا حنعطيك الإذن يا أخي نمزح معاك. لا هذه فقط الفراشات معاك. كبيرة فراشات تظهر وكأنها إنسان طائر. لا. أمين مبروك علينا هذا التأهل، مبروك علينا هذا الفوز. الله يبارك فيك. أتصور إنه المنتخب المغربي سيهدى هدية بمناسبة تأهله ومروره إلى الدور الربع النهائي، لأن كان المفترض أنه يتحول إلى ملعب ليمبي اللي شهد لغاية الأسف بالأمس حدث مأساوي بجراء عملية تدافع التي أودت بحياة 8 أشخاص وإصابة العديد من الأشخاص. الكاف قررت أنه نقل كل المباريات التي ستجرى على ملعب ليمبي إلى ملعب أحمد وأحيجو، وبالتالي المنتخب المغربي سينتظر إن شاء الله من يتأهل من مباراة مصر وكوت ديفوار، وطبعا كلنا هنا نتمنى أن تكون مصر.